بسم الله، اهلا بكم في برنامج كيوكادو. ده برنامج اون سورس ومجاني، وتقدر تشتغل عليه وتسيف دي دبليو جي او دي اكس اف زي ما انت عايز. تمام. دلوقتي لو انا عايز اعمل سيلكت، لو انا مشيت من اليمين للشمال بالشكل دوت، اي حاجه هيلمسها تيجي معايا. طب لو مشيت العكس من الشمال لليمين، الحاجه بس اللي كلها وقعت في المربع اللي انا عملت بيه سيلكت هي بس اللي هتيجي معايا بالشكل دوت. تمام. طيب لو انا عايز اعرف خصائص عنصر، بعمل عليه سيلكت وبروح لقائمه البروبرتيز اديتور، اعرف ان ده سيركل، اعرف الخصائص بتاعته والراديوس بتاعته كل حاجه. طب القائمه دي مش موجوده، هروح لقائمه فيو، ادور على بروبرتي اديتور وافتحها من هنا. ممكن اعلم عناصر كتيره، هيجيب لي العناصر كلها، اقول له مثلا عايز السيركل كلها واديها اللون اللي انا عايزه. تمام، بقت خدت اللون اللي انا عايزه. ممكن اعلم على الدايره دي مثلا، اقول له انا عايز الريدز بتاعها يبقى 500، هلاقي فعلا الدايره بقت الريدز بتاعها 500 والديامتر هيبقى 1000. تحس كده ان في علاقه بين الاثنين، غير ده برضه اتغير. الاريا بيجيب لك الاريا على طول، بيجيب لك الاكس والواي. يعني ممكن لو انا غيرت في الاكس دوت، خليته مثلا صفر، هتلاقي جت هنا. خليت الواي بصفر، تيجي معايا. القصد ان انت اي حاجة بتغيرها بتغير على طول. لو انت مثلا جيت على اللاين دوت، عايز تخلي اي حاجة، عايز تعدل فيها اللاين تايب، عايز تعدل اللاين ويتس بتاعه، تقدر تعدل الخصائص اللي انت عايزها من هنا من قائمة بروبرتس.